الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، بالأمس كان الناس يتحدثون عن موضوع جدير باللقاء وجدير بالحديث وجدير بالمناقشة، وخاصة من وجهة نظر شرعية إسلامية. ونحن المسلمين عندما عشنا بالأمس مناسبة العيد وما قبل الأمس أيضا، وعشنا مناسبة ذكرى عيد الأضحى المبارك، لا شك أننا لسنا بعيدين عن هذه المناسبة الأخرى التي يعيشها الناس والتي يناقشها الإعلام في كل أصقاع الأرض، وهي قضية معالجة الفقر. تعرفون أن الناس الآن لهم أعياد عالمية، مناسبات يناقشون فيها بعض القضايا المهمة، وقد حدد الناس يوم الأمس كيوم ومناسبة لمناقشة قضية الفقر في العالم ومعالجة هذه المصيبة التي استشرت وانتشرت وكثرت. بقدر ما ازدادت الخيرات، بقدر ما تعطي الأرض من إنتاجات، بقدر ما تدر السماء من خيرات، مع ذلك لا تزيد الشقة بين الأغنياء والفقراء إلا اتساعا، ولا يزيد البون الكبير بين من يعيشون الرفاهية وبين من يعيشون على البقايا والقمامات إلا شيوعا. لذلك نحن المسلمين أكرمنا الله تعالى بهذا الإسلام الذي نعيش به معالجات واقعية. الإسلام لا يتحدث بشعارات، لا يكتفي بأن يخصص يوما لمناقشة قضية الفقر والفقراء. الناس اصطلحوا على 17 من أكتوبر من أجل مناقشة قضايا الفقر والفقراء، لكن هذا الإسلام العظيم لم يحدد يوما من أجل مناقشة القضية، وإنما جعل قضية الفقر مسألة مركزية تعالج يوميا. نحن في عيد الأضحى المبارك، عندنا في الشريعة الإسلامية قول الله عز وجل في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير،
فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا الإسلام الجميل فيه أنه يعالج قضية الفقر في كل المسارات وفي كل الاتجاهات، ولا يترك فرصة يمكن من خلالها أن تعالج قضية الفقراء إلا واستغلها هذا الإسلام استغلالا كبيرا. ففي عيد الأضحى الذي يتصور فيه بعض البخلاء، نعم هم بخلاء حقيقة، عندما يأخذون الأضحية فيقطعونها إربا إربا ثم يجمدونها من أجل أن يقضوا بها شهرا أو شهرين، هؤلاء ما فقهوا ولا فهموا حكمة الإسلام في الأضحية. إن الأضحية لم تشرع من أجل أن تقضي بها شهرين أو ثلاثة أشهر، وإنما شرعت الأضاحي من أجل أن يأكل المسلم منها شيئا، ومن أجل أن يتصدق منها بشيء، وأن يهدي منها شيئا أيضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الهجرة النبوية الشريفة بعد أن شرعت التشريعات الإسلامية ومن بينها الأضحية، كان صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أول الأمر عن أن يدخروا شيئا من الأضاحي، نهاهم نهيا عن أن يدخروا، أي أن يخزنوا شيئا من الأضاحي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من حالة المهاجرين ومن حالة اللاجئين، هؤلاء المهاجرون من مكة إلى المدينة بتعبير عصرنا كانوا لاجئين، خرجوا من مكة وتركوا كل شيء، لم يأخذوا معهم شيئا، وفروا بجلودهم وبدينهم إلى المدينة المنورة. فهؤلاء يحتاجون إلى إطعام، يحتاجون إلى مأوى قبل أن يتحدث الناس عن قضية اللجوء. نحن الآن أمامنا لاجئون مسلمون من أفريقيا ومن بلاد الشام يعيشون الآن بين ظهرانينا، لكن من اهتم بهم؟ من تصدق عليهم بجزء من أضحيته؟ من أعطى شيئا من ذبيحته من أجل أن يطعم هؤلاء وأن يسد خلة هؤلاء؟ كان بالإمكان لا قدر الله أن تكون أنت مكان هؤلاء. ولذلك واجب الأمة الإسلامية أن تتضامن، واجبها أن تتصدق، واجبها أن تتعاون. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد هذه الوضعية أمامه فإنه نهى أصحابه عن أن يدخروا شيئا من الأضاحي. ثم بعد أن فتح الله على الأمة وبعد أن تيسرت أحوال الناس، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، الآن فادخروها، أي بعد أن زالت الشدة، بعد أن زالت الكربة، أمرهم أو أجاز لهم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يدخروا أن يفعلوا. أما أن تعبئ خزانك المبرد في البيت من أجل أن تقضي به الأشهر وإخوانك المسلمون يتضورون جوعا أو ربما يقصدون القمامات، هذه الآن صارت ظاهرة، الذين يقصدون القمامات من أجل أن يأكلوا. لا تتصوروا أن هذا الوضع خاص بالصومال أو أنه وضع يتحدث عنه الناس في إثيوبيا، وإنما هو وضع عند المسلمين، بل لا أقول في البلاد الإسلامية، وإنما صار وضعا أيضا حتى في أوروبا نفسها، حتى في أوروبا وأمريكا التي كان يضرب بها المثل في الغنى والثراء، الناس يتضورون جوعا والناس تأكل من القمامة، أي تأخذ بقايا الناس من أجل أن تحفظ حقها في الحياة. الإسلام العظيم ناقش هذه القضية، لا يقبل الإسلام أبدا بهذا التفاوت الطبقي الكبير، هذا التفاوت الذي يعيشه الناس الآن، هذا الفقر المدقع الذي يعيشه الناس. وقد اعترفوا أول أمس بأن عددا هائلا جدا يتجاوز المليار من الناس، المليار من الناس يتجاوزون هذا العدد، يعيشون فقرا مدقعا في أصقاع العالم، عدد كبير منهم من المسلمين وعدد آخر من غير المسلمين. لكن أين المشكل؟
أين المشكل؟ هل المشكل في قلة الموارد كما يقولون؟ هل المشكل في أن البشر قد كثروا وأن الأرض لم تعد تنتج ما يكفي من الغذاء؟ ليس الأمر كذلك. ما يخلق الله عز وجل نسمة إلا ويخلق لها رزقها، بل إن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. دابة، حشرة، حيوان، طائر، سمك، إنسان، كل هذه المخلوقات لا يخلقها الله عز وجل إلا بعد أن يحدد لها الرزق الذي تقتاته. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يذكر أطوار خلق الإنسان: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك نطفة مضغة مثل ذلك، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كما روى ابن مسعود نفسه رضي الله عنه في هذا الحديث، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. في آخر الحديث يقول: حتى يكتب رزقه وأجله وشقي وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. أين المشكل إذن؟ المشكل إذن ليس في الموارد. الله عز وجل منذ أن خلق الأرض قال الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. قدر الله في الأرض أقوات البشر قبل أن يخلقوا، والعالم الآن يشهد بذلك. الآن على وجه الأرض 6 مليارات من الناس أو يزيدون قليلا، جيد، لكن هل الموارد لا تكفي لإطعام هذه 6 مليارات؟ العكس من ذلك تماما. في إحصاءات نشرت أول أمس قيل، وليست قيل للتمريض وإنما هذا واقع بإحصاءات رسمية، قالوا إن فرنسا تقضي على الطعام، على ثلث الطعام في القمامة، ثلث الطعام المنتج يذهب إلى القمامة وهو صالح للاستعمال، صالح للاستعمال. والعالم كذلك. إذا نحن نتحدث عن نسبة ثلث ما تنتجه الأرض يذهب سدى، أما ما كانت تفعله بعض الأمم وهي حقيقة الجاهلة، لأن هذا جهل، جهل، عندما تأخذ أطنانا من القمح والذرة فتلقيها في المحيط من أجل أن تحافظ على الأسعار. لاحظوا تفكير الإنسان، التفكير الجهنمي الجاهلي، عندما يأخذ أطنانا من القمح ومن الطعام فيلقيها في البحر من أجل ماذا؟ من أجل أن يحافظ على أسعار السوق. أي اقتصاد هذا؟ أي فكر هذا؟ أي منطق هذا؟ لذلك المشكل إذن ليس في قلة الثروات، وإنما المشكل في أن هنالك سوءا في التوزيع لهذه الثروات. عندما تجد بعض المناطق، بعض الدول لديها آلاف الهكتارات بل ملايين من الهكتارات الصالحة للزراعة، لكنها تتصور أنها إنما خلقت من أجل تلك المنطقة، بينما دول أخرى كلها تقع في صحاري ليس فيها زرع ولا ماء. هؤلاء يتضورون جوعا، وهؤلاء يأخذون القمح ويلقونه في المحيطات، بمعنى أنه ليست هنالك عدالة في التوزيع. إن الله عز وجل ما تزيد 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 ما تزيد
ما تزي 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 تزيد الأمور إلا استفحالا ولا تزيد الأوضاع إلا خطورة. وفي القرن الحادي والعشرين كما يقولون يعيش الناس الفقر المدقع، وتسمح كما في الأخبار بأسبوع الماضي عن أطفال يموتون جوعا في سوريا، أطفال يموتون جوعا. غريب أن يموت الناس في هذا العصر الذي فيه كل الخيرات وانفتحت فيه الأرض بما فيها، والله عز وجل رزق الناس بالأرزاق من حيث لا يحتسبون، لكن مع ذلك أطفال يموتون جوعا. وفي بلاد العرب وبلاد المسلمين والناس يتفرجون، لأن الكل يفكر بمصلحته الشخصية والكل يفكر بأهدافه الخاصة، أما أولئك الفقراء وأولئك الجياع وأولئك المرضى فمن يفكر لهؤلاء؟ لذلك شريعتنا الإسلامية أيها الإخوة عالجت القضية مبكرا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ليلته هادئا إلا بعد أن يطعم الناس، عندما طالبه أهله أهل بيته عائشة وحفصة وزينب وكل أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا، طالبنه بمزيد من النفقة فرفض صلى الله عليه وسلم، ليس بخلا وقد كان أكرم الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن ليرضى أن يأكل أهله وأحفاده وأولاده وأن يجوع واحد من أولاد المسلمين. ونزل في ذلك قرآن يتلى إلى قيام الساعة، حتى لو استدعى الأمر أن يطلق كل زوجاته من أجل العدالة الاجتماعية، فنزل قول الله تعالى يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نقطة، يعني كلام واضح وصريح، أي لا مجال لمزيد من الإنفاق الخاص والناس أو الأمة تموت جوعا. هذه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون الآن في كل مناطق العالم الإسلامي تجد عندهم هذا التباين الصارخ، إنسان يموت جوعا وآخر يموت تخمة. هل تعرفون أن العرب وخاصة في المشرق هم أكثر الناس على وجه الأرض اليوم إصابة بأمراض التخمة؟ أكثر الناس إصابة بالسمنة، اقرأوا الإحصاءات، ما يسمى عندهم الآن بالشرق الأوسط، الجزيرة العربية بالضبط، هؤلاء أصيبوا بالتخمة وبالسمنة المفرطة، وينفقون المليارات من أجل معالجة الدهون والشحوم في أبدانهم. لو أنفقوا هذه الأموال على إخوانهم من الفقراء في بلاد الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بلاد الإسلام المحتاجة، لا ما احتاجوا إلى إنفاقها، إلى إنفاق هذه المليارات في معالجة السمنة والأمراض المتعلقة بها. إذن هنالك مشكل في هذه في التوزيع، في هذه الثروات، في هذه الخيرات. لذلك القضية ليست بتلك السهولة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها بحذافيرها، وخاصة وأنه كان قد عاش عاما يسمى عام الرمادة، عام عاشه عمر رضي الله عنه في خلافته كان معروفا بعام المجاعة،
الناس عاشوا فيه فقرا شديدا، فكان رضي الله عنه لا ينام، وكان يأخذ كيس الطحين على كتفه ويذهب به إلى بيوت الفقراء. وكلكم تعرفون وقرأتم في الابتداء قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأرملة التي ذهب لها إلى الطعام، ثم يتزوج ابنتها. القصة على كل حال معروفة. لذلك هذا الوضع الخطير الذي تعيشه البشرية وضع مقلق، أن يعيش الناس واحد يعيش في قصر وآخر تحته في كهف. عبر شاعر عربي عن هذه الوضعية قديما فقال: يبيت الغني وأزواجه وأولاده يأكلون الشوى، وذاك الفقير وأبناؤه وزوجته يشتكون الطوى. ثم يتحدث عن الغني: ولو سمعوا، أي لو سمع الأغنياء، ولو سمعوا جارهم، أي الفقير جارهم يشتكي من الجوع ظنوه كلبا عوى. هذه وضعية كانت في الجاهلية قضى عليها الإسلام، ولكنها للأسف بعد أن تركت الشريعة إذا بالناس يعودون إلى تلك الوضعية، وإذا بفئة قليلة من الناس تتحكم في الثروات كلها، وإذا بالعدد الهائل من الناس 90% يصوم رمضان رمضان يحج ويعتمر، وربما حج أكثر من مرة واعتمر أكثر من مرة ويضحي بأكثر من أضحية، لكنك تحدثه عن أن يتصدق بجزء من أضحيته فتجد نفسه تأبى عليه ذلك. فهذا ما فهم الشريعة ولا فهم الإسلام في شيء. لو طبقنا والله أيها الإخوة، لو فهمنا حكمة الإسلام في الأضحية وحدها فقط، في الأضحية وحدها، تصوروا حجاج بيت الله الحرام يضحون بمليوني رأس، معدل مليوني رأس من الأغنام، تصور مليوني حاج، وقد تصل إلى 3 ملايين، وغير الرسميين في بعض السنوات وصل الحجاج إلى 4 ملايين أو 5. كل هؤلاء أو معظمهم على الأقل مطالب شرعا بأن يذبح أضحية، هدي التمتع أو القران. حتى الذي دخل في بالإفراد لو أن يستحب له أن يضحي، أن يقدم هديا، بل حتى الذي قدم هدي التمتع أو القران لو وقع في ترك واجب فإن الإسلام جبر له ذلك الواجب بأن يقدم هديا، بأن يقدم هديا، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي اذبح ذبيحة. يسأل الناس: لماذا هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة لو أنها طبقت تطبيقا شرعيا حقيقيا، وهناك في مكة والحمد لله تطبق تطبيقا جيدا جيدا على كل حال، تجمع هذه الأضاحي، تصوروا مليوني رأس من الأغنام وبعضها إبل وبقر، تذبح وتجمد ثم تلفف وتوزع على فقراء المسلمين. تصوروا مليوني رأس من الأغنام كم ستطعم من الفقراء.
أكبر عملية تضامن في العالم. أروني مثيلا لهذه العملية التضامنية. إن الناس يتضامنون فيدفعون دريهمات ويجمعون مليارا أو من نصف مليار أو شيء من هذا القبيل، لكن الإسلام في فريضة الحج فقط يجمع مليوني رأس من الغنم. اجعل لكل رأس فقط 1000 درهم أو 1500، كم ستكون النتيجة؟ ثم تصور أن المسلمين في كل أصقاع الأرض يضحون يوم عيد الأضحى بأضحية، ويتصدقون كما جاء في الأثر بجزء منها بثلث. تصوروا أن كل مضحٍ يتصدق بثلث أضحيته، هل ترون فقيرا سيبقى في بلاد المسلمين دون أن يأكل في أيام العيد؟ والله لو جمع ثلث الأضاحي، قالوا إننا في عيد الأضحى، نحن في المغرب فقط، قالوا إننا ذبحنا حوالي 5 ملايين رأس من الغنم. تصوروا ثلث هذا المقدار، ثلث هذا المقدار لو جمع لكفى الفقراء العام كاملا. لكن المشكل في أننا لم نفهم هذه الشريعة الإسلامية ولم نطبقها حق تطبيقها، وأخذنا من الشريعة ما يعجبنا وتركنا منها ما لا تهواه أنفسنا. أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول أيها الإخوة، واستغفر الله لي ولكم فادعوه. القرآن والحديث، الدين، الشريعة تريد أن تبين للناس أنهم ما لم يكونوا متضامنين، ما لم يكونوا متعاونين، ما لم يحاولوا أن يعالجوا قضية الفقر، فإن إسلامهم فيه شيء، فإن إسلامهم فيه شيء. أيما أهل عرصة، أهل العرصة بمعنى الحي، التجمع السكني، وهذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الأحياء. أين الشباب؟ لماذا تجد الشباب يتحدثون فقط في الخيال؟ أحياناً يتحدثون فقط على الفيسبوك والمواقع ويناقشون ويتحدثون، وربما خرجوا في مظاهرة وتكلموا ورفع. لماذا لا تشكل جمعيات قانونية؟ لماذا لا تجمع يجتمع بعض الشباب؟ لا أقصد بالشباب فقط صغار السن، وإنما كل من في قلبه حيوية ونشاط فهو شاب، يجتمع مجموعة من سكان الحي. لماذا يؤسسون جمعية بشكل قانوني يجمعون الأضاحي؟ وهذه موجودة في بعض الأحياء، لكن أريد أن تنتشر في كل الأحياء، فيجمعون الأضاحي في مناسبة الأضحية، أو يجمعون شيئا آخر، كسوة، لباس، أشياء. هذا هو الذي يجب أن نسميه مجتمعا مدنيا. أما المجتمع المدني الذي شغله أن يدافع عن الفساق، وشغله أن يدافع عن وتشاهد أخ
وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ وتشاهد أخ أخاك المسلم وهو يهان، وتشاهد أخاك المسلم وهو يتضور جوعا ويموت جوعا، وتشاهد أخاك المسلم يقضي عيده في المعتقلات وفي السجون ظلما وعدوانا، كيف تتم فرحة العيد والناس والأمة الإسلامية تعيش في هذه الأوضاع؟ لذلك إذن الواجب في حق الأمة كما بيّن صلى الله عليه وسلم ألا تترك جائعا أمامها، أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، أسأل الله تعالى أن يغني فقراء المسلمين، نسأل الله تعالى أن يرد بالمسلمين إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى كتابك، اللهم رد بنا إلى سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام. نسألك اللهم أن ترينا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين في كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم قلت وقولك الحق المبين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فاللهم انصر المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترد كل المسلمين إلى دينك ردا جميلا. نسألك اللهم أن هذه الأمة أرادت أن تعيش على شريعتك وعلى قرآنك وعلى سنة نبيك وهي تضار في ذلك، فنسألك اللهم أن تمكن للقرآن في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأدي الدين على المدينين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. بعض الإخوة والأخوات كالعادة يرجون منكم الدعاء لهم بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات وإصلاح الذرية. اللهم نسألك أن تصلح أولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تقضي لكل حاجة، نسألك اللهم أن تقضي لكل حاجة، وأن ترحم موتى المسلمين وأن تشفي مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجمع صف كلمة المسلمين في كل مكان حتى يحرروا مقدساتهم وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح.